دينار مع قيس المرشد. أهلا بكم. نظرا لعشوائية عمل شركات الصرافة في العراق وما يخلفه ذلك من تداعيات على التحويلات المالية ويترك آثارا سلبية على تعاملات السوق الموازي، تسعى الحكومة الحالية لتنظيم عمل هذه الشركات بما يضمن انسيابية العمل مستقبلا وفق إجراءات محددة. التفاصيل بعد أن نتابع هذا التقرير. يعد قطاع شركات الصرافة في العراق من القطاعات الحيوية، حيث يلعب دورا أساسيا في تسهيل حركة الأموال والتحويلات المالية بين الأفراد والمؤسسات. ورغم أهميته، إلا أن هذه الشركات تعمل في إطار يشوبه نوع من الارتجال وغياب التنظيم الممنهج، مما يثير تساؤلات حول مدى كفاءتها وتأثيرها على سوق المال العراقي، كونها تفتقر إلى البنية المؤسسية الواضحة، حيث تعمل غالباً بدون ضوابط صارمة أو معايير تنظيمية متينة. انعدم وجود إطار تنظيمي دقيق يؤدي إلى تداعيات سلبية إلى السوق المالية العراقية، خاصة أنه سوق حر يعتمد إلى حد كبير على استقرار معاملات التحويلات المالية، كما أن عدم التنظيم في هذا القطاع يفتح المجال أمام تذبذب سعر الصرف وزيادة مخاطر غسيل الأموال، كما يؤدي إلى تعقيد تدفق الأموال إلى الاقتصاد الرسمي، ما يخلق حالة من عدم اليقين في السوق المالية. ولتنظيم عمل الشركات الصرافة يتوجب على الجهات الرقابية وضع قواعد واضحة وشفافة تتعلق بمتطلبات الترخيص وأطر الامتثال المالي وآليات مراقبة العمليات. هذا التنظيم يمكن أن يعزز من الشفافية والمصداقية ويقلل من مخاطر السوق، كما يساعد في استقرار سعر الصرف. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنظيم السوق سيسهم في تعزيز قدرة العراق على جذب الاستثمارات الخارجية، وعلى المدى البعيد سيؤدي تنظيم قطاع الصرافة إلى بناء نظام مالي أكثر استقراراً وتكاملاً، مما يعزز من الثقة في الاقتصاد العراقي ويسهم في استدامة دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد. وعن هذا الموضوع معي في الاستوديو الباحث في الشأن المالي والمصرفي السيد مصطفى أكرم حنتوش. مرحبا أستاذ مصطفى. والسيد ضياء الطائي ممثلا عن شركات الصرافة في العراق. مرحبا أستاذ ضياء، ورحب بكم مرة أخرى ضيوف الكرام. أستاذ مصطفى، حاول البنك المركزي العراقي وكذلك الحكومة العراقية خلال الآونة الأخيرة ولتنظيم عمل ودعم عمل التحويلات المالية التجارية الخارجية في العراق من تنظيم عمل شركات الصرافة في بغداد وبقية المحافظات العراقية. كيف نقيم هذه الجهود لحد هذه اللحظة أستاذ مصطفى؟ نعم، بداية رحب الدكتور، رحب أستاذ ضياء الغالي، ورحب بمشاهدي قناتكم الأعزاء. مرحب بك أجمل ترحيب. أنا أعتقد هي جهود جيدة. ليه جهود جيدة؟ لأن احنا نمر بحالة استثنائية غير طبيعية. يعني النظام المالي والمصرف بالعراق تعرض إلى عملية إبادة. طبعا هي المصارف تعرضت لإبادة، ولحقتها بعدين شركات الصرافة. تحدث اليوم عن أكثر من 150 شركة صرافة وهناك مشكلة تجاهها. بعضها معاقبة نزلت على تقييد من الدولار، وبعضها حقيقة طلب من الاندماج وغيرها من الأمور. زين. فلذلك تطلب الموقف تعاملات كثيرة مع شركات الصرافة في العراق. فالبنك المركزي والدولة حقيقة صدر مجموعة من التعليمات والقواعد، بعضها خاطئة وبعضها صحيحة. بعضها حقيقة ساهمت بوقف عمل شركات الصرافة وبعضها عاد تنشيطها. بالنتيجة أنا أعتقد أنه، ولكن هو أهم شيء الموضوع غير مهمل. زين. إحنا أهم شيء دكتور حتى تكون واضحة، ما دامت الدولة تعمل على ملف، يعني يوم تضيف له خطوة، يوم تراجع، يوم شنو، أوكي أكو اهتمام. يعني أحسنت. اهتمام. من تترك ملف أنا أعتبر حالته يكون يرثى لها. فبالنتيجة صدرت قرارات أنا شفتها بعضها كانت بصالح شركات الصرافة وبعضها لا، كانت ضد شركات الصرافة. بعضها ضافت لهم أعمال، بعضها قللت. يعني أحد الكتب الأخيرة اللي صدرت وإن شاء الله يمشي أموره بعد ما اعتقد نفذ، انه اعطى لشركات الصرافه حق العمل الصرافه اللي هو نشاط الصرافه. يا استاذ ضياء، شنو نشاط الصرافه؟ يعني من حقه يشتري دولار ومن حقه يبيع دولار خارج يصير دولار الشخصي، هذا خارج دولار البنك المركزي وغيره. هذا عمل الصرافه احنا
يعني أنا أعتقد منذ الستينيات وسبعينات القرن الماضي ما افتهم المشرع العراقي. نعم. حتى صاحب القرار العراقي ما افتهمه. زين. يفتهمون العقلية المركزية إنه هذا الدولار ما الدولة تبيع بهذا السعر بهذا الموضوع. زين. هذا الشيء ولد لنا حالة من اللا انتظام. أي طلب خارج السوق الموازي تشوف الدولار صعد. لأن ما إلى منافذ غير رسمية، ما إلى منافذ تغذية أخرى. كأنه العملية أمنية. زين. واعتقالات ما أدري شنو. فأنا أعتقد إذا فعل مبدأ الأول نبدأ شركات الصرافة دكتور، نعم، إلى حق الصرافة تشتري دولار تبيع دولار حسب السوق طلب والعرض حالنا حال أي دولة، أعتقد هذا جيد، حالة جيدة. طبعا هذا الموضوع مع وجود دولار البنك المركزي المدعوم على 132 أنا أعتقد راح يساهم بوجود دولار بالسوق الموازي خفض الطلب الموجود وإلى أن تتمكن الدولة تفكك السوق الموازي. إحنا اليوم ظهر عندنا سوق موازي مدى نقدر له أكبر من قدراتنا. شنو السوق الموازي؟ عندنا تجارة مع إيران والسوريا يحتاج تفكيك، يحتاج منصة. عندنا مسافرين لدول كثيرة، إيران سوريا روسيا، ما يستلم دولار. عندنا تجار صغار بالآلاف، بعضهم موظفين بعضهم ما عنده ثقافة مصرفية ما يقدر يدخل منصة. عندنا اي تيمات تأتي تهريب لأن جمرك الضريبة رخيص من مكانات معينة من كردستان وغيره، كذلك خارج المنصة. شكو شغلة الدولة تمنحها، بعض يلجئ إلى استيراتها خارج المنصة، فتكون عندنا سوق موازي كبير. هذا السوق الموازي دكتور إلى أن تتمكن الدولة بعقلية نقدية فنية تدخل للسوق تفككه، وهو مخطط لكل شيء شوني، يعني مو عملية صعبة. لذاك الحين نحتاجين إلى تغذية للسوق الموازي، عمليات مصرفية حتى لا يكبر علينا، لأن إحنا ما عندنا أدوات، ما نقدر نطي دولار، أمريكا ما تقبل. زين، إذا إحنا معتبرين ما موجود هو موجود، فإذا لازم نستخدم عقلية فنية نتعامل وياه على أنه موجود، نفكك ننهي، خلاص هذا هو الحل السليم. إلى ذاك الحين أدوات الدولة شركات الصرافة ترى. إحنا ذكرت إنه هذا العمل تنظيم عمل شركات الصرافة في العراق سينعكس إيجاباً دكتور مصطفى على ربما انخفاض سعر الصرف مستقبلا، شلون؟ طبعا دكتور خليني اقول لك في الشغله، الدوله هو الموضوع صرافه يعني عملات اجنبيه، هو بالاحرى الدولار، الحكي على الدولار. البنك المركزي يقدر يتعامل مع طالبين الدولار بنسبه شقد، البنك المركزي ما يقدر يستقبل بس الشركات كمؤسسه. نجي على المصارف اللي هي على حق الدولار، ايش قد تقدر تستقبل المصارف؟ تقدر تستقبل اعداد محدده ترى من الزبائن، ولنا اعداد ايش قد بالعراق 70 مصرف زين. فعالات طبعا اعداد محدده من الافراد والزبائن. زين، انا اتحدث لك عن مئات الالاف باليوم الواحد يردون يتعاملون بالدولار، يعني هي عمليه الصرافه. ليش؟ لان عندنا تجاره ضخمه. من القادر على التعامل مع هؤلاء؟ هل قادر البنك المركزي؟ لا، غير قادر. واحدة ما قادر. غير هل قادرة النظام المصرفي؟ واحدة غير قادرة. زين. القادرة هي شركات الصرافة لأن أعدادهن فوق الألف، وكل واحدة عندهن فروع، يعني نتحدث عن 2,000-3,000 من فرع. هذول قادرين يواجهون 50,000-100,000 اللي يردون يتعاملون يوميا بالدولار وبالعملات الأجنبية. زين. فأنت الإيد اللي توصل للمواطن هي لا المصرف ولا البنك المركزي، هي شركات الصرافة. زين. هاي الإيد دكتور كون نمكنها. شنو يعني نمكنها؟ لا نخليها تايها الشغلة، ولا نخليها بذات الوقت ماكو ضوابط. كون يعني مثلا نشاط الصرافة هذا نشاط مسموح، تشتري هالقد مبلغ بهالقد سعر وتسجله. شوف أنا ليش أريد نشاط رسمي؟ تقول أنا اشتريت 10,000 دولار على مثلا 1,460-1,450، هنا حتى السعر الموازي راح نقدر نتحكم به بشكل أو بآخر. هاي وحدة. عندنا أعمال أخرى دكتور لو سمح وقت البرنامج أشرح لك إياها. أهم عمل احنا اليوم عندنا مشكله غير قادره على حلها غير شركات الصرافه. زين. عندنا عشرات الالاف من التجار الصغار. هذا نرجع له بعدين. نعم. دكتور مصطفى عذرا على المقاطعه، هذا موضوع جدا مهم وحساس واللي هو مشكله اغلب التجار واغلب المصارف ايضا. انتقل الى الممثل عن شركات الصرافه في العراق وارحب به مره اخرى السيد ضياء الطائي. مرحبا بك مره اخرى استاذ ضياء. الله يخليك. الاخيره صارت عندكم طبعا مع السنوات من الاهمال وعدم الاهتمام، الحكومة الحالية اهتمت بشركات الصرافة أو الصرافة، التقت بممثلين عنكم قبل أشهر، أكثر من لقاء صار مع مباشرة مع السيد رئيس مجلس الوزراء. حاليا أنتم في طور تأسيس نقابة بهذه أو لها علاقة بعمل الصرافات، شركات الصرافة في العراق عفوا. شو يمثل لكم هذا الاهتمام؟ يعني شو الانطباع اللي ترك هذا الاهتمام بعمل شركات الصرافة في العراق بعد سنوات من الاهمال؟
في البداية تحياتي لك دكتور والأخ العزيز مصطفى وقناتكم الكريمة. الله يخليك. أحبك يا جمال الترحيب. بالبداية طبعاً الكلام اللي تناوله أستاذ مصطفى فعلاً حقيقي، لأنه إحنا ثقافة الزبون العراقي حالياً يتعامل مع شركات الصرافة أكثر من المصارف. زين. بسبب الانتشار، بسبب وقت الدوام، يعني نعم. أكو حالياً صرافين أعتقد حتى 12 بالليل موجود. نعم. والانتشار المناطقي نعم. والعدد، لذلك أنه إحنا شركات الصرافة هي حالة وسطية. الاهتمام بها حالة ملحة. زين. لابد منها. زين. طبعاً إحنا موضوع الاهتمام للأسف يعني كان جزئي. زين. يعني هي ما تمت. أنا أحد الأشخاص اللي حضرت الاجتماع مع مستشار رئيس وزراء. نعم. بعضها انحلت، بعضها لا انهملت. يعني واحدة من الأشياء اللي طالبناه أنه تشكيل فريق نعم. دائمي انهمل هذا الموضوع، وهذا موضوع مهم. زين. حالياً إحنا هم نرجع نطالب به. موضوع الفريق المشترك اللي بين بنك المركزي وبين رئاسة الوزراء هذا مهم جدا، حتى زين. انه تواكب التطورات الحاليه اللي تحصل بالاسواق العراقيه. ثانيا انه الصراف حقيقه الصراف مهنه وحرفه مهمه جدا للواقع الاقتصادي، يحتاج لها حمايه وتطوير. زين. طبعا الحمايه اول فقره حمايه من القوات الامنيه، للاسف لحد الان احنا عندي انا تدخلات امنيه غير مبرره، اخرها بالحله زين. محافظه بابل زين. يعني اتصور انه داخل على محل صيرفه بيوم ما ارتفع سعر الصرف اعلى من 1500 العفو، تشترى 100 دولار من عنده 1530. لابد يفهم انه الصراف الحاله وسطيه انه هو يشتري بسعر ويبيع بسعر، مو يشتري بسعر البنك المركزي 1320 زين ويبيع، لا يشتري ب 1500 مثلا و10 يبيع 1515 مثلا زين. 151 151 ونص. هاي الحالات جاي تنطي انطباع انه انت اما تعمل غير رسمي وهذا اللي حاليا جاي يصير، او تعمل بشكل رسمي انه تقعد وتسكت. زين. والمنافذ الغير رسميه اللي صارت حاليا، يعني احنا جاي نعاني موضوع المنافذ الغير رسميه مثل منافذ الكيكارد والغيرها، هاي الامور اللي صارت بدعه انه اكو بالقطعه مالته الصراف الفلاني او المكتب الصيرفي. الزبون العراقي ما جاي يميز بين انه هاي الصرافه انه كلها مكاتب. ثانيا هذا لا عنده ضوابط يشتري ويبيع كيفه. انا بالنسبه لي عندي منصه 100 دولار انا صعدت على المنصه. هل انه تعتقد اليوم الزبون العراقي اذا طلبت هويته على 100 دولار راح ينطيك اياها؟ لا، ما دام اكو منافذ غير شرعيه ومنافذ موجوده بغطاء شرعي، على فكرة بغطاء شرعي ورسمي، لأنه هو كاتب قطعة أنه أنا صراف وأنا أدخل حوالات إلكترونية وهاي الأمور كلها. زين. فأكيد راح يتجه الزبون يترك الشركة وين يروح؟ للمنفذ. زين. هنا الشركة ضررت. كم منفذ غير رسمي تقريبا من العراق؟ استاذ. هي مو منفذ غير رسمي، هو بإجازة موجودة. مؤطر. لا هو يعني إجازة موجودة كصرفة. لا مو صيرفة انت، لا منافذ مكتب. بس هاي المنافذ يعني توزيع الرواتب غير هاي واحد. هاي تقريبا غير الرسميه. انا اقصد غير الرسميه عفوا استاذ ضياء اللي ما مسموح له التعامل بالدولار مثلكم. جميع المنافذ جميع المنافذ ما من حقها تتعامل بالدولار تقريبا. ايش قد عددها بالعراق؟ والله بالمئات، بالالاف. بالالاف بالالاف اي بالالاف. زين، ما مدى تاثيرها على عمل شركات الصرافه الحقيقيه؟ حوالات تتحول المكاتب. ودولار يبيع ويشتري وما عنده لا ضوابط ولا تعليمات ولا رقابة. أنا عندي رقابة البنك المركزي زين، وخصوصا رقابة صار سنتين رقابة شديدة. يعني جي صور عن المية دولار إذا ما صعدتها للمنصة تصير لأكو فد عقوبة ومخالفة. يعني الزبون ظل أنه ما يروح لشركة الصرافة، راح يظل وين يروح؟ يتعامل مع المنافذ، وهي كثرة صارت. موضوع التحويل الإلكتروني، هذا موضوع التحويل الالكتروني. لا، انه بالنسبه لي اذا انا عندي وكاله تحويل الكتروني وابو المنفذ عنده وكاله تحويل، انا اكمل العمليه ولازم ادخلها بسجلات واطلع الايرادات واطلع المصاريف مالته. نعم. وحتى المستمسكات اخذها، بينما ابو المنفذ ما ياخذ هذا الشيء. فانا المفروض هي هاي المن تعاد، اكيد جميع التحويلات تعاد المن لشركات الصرافه. هذا بشنو ضاركم؟ عملنا راح عملكم راح، وانا اللي جاي ادفع، او انا عندي قطع
عفوا الموظفين بنسبه اكثر من 50,000، وانا اللي مدخلهم ضمان اجتماعي، وانا ادفع ضريبه، وانا ادفع الغرامات من التابعه للبنك المركزي، واتحمل القوات الامنيه، واتحمل المشاكل كلها، وانا اللي اتهم بالتضارب، وانا اتهم بانه بالعمل غير شرعي، والمنافذ تشتغل. فهذا فاحنا يحتاج لنا شنو احنا بمهنتنا. لذلك احنا بلشنا باول خطوه لتاسيس النقابه. زين. باول خطوه ليش بلشنا بها؟ احنا مهنتنا تحتاج الى شنو؟ الى تنظيم وحمايه وتنظيم عبر نقابه مؤطره قانونيا داخل مجلس النواب. احنا بلشنا اول خطوه اليوم صارت. زين. فاحنا باتجاه طبعا على فكره نجاح ودعم هاي النقابه لتنظيم المهنه النتائج الايجابيه عائدتها للبنك المركزي بشكل خاص والحكومه العراقيه بشكل عام، لان انت راح تعرف انه انت هم يصير لك عين على اللي يمتهنون مهنه الصرافه بغير وجه حقيقي او غير شرعي. لذلك احنا اليوم راح نكون سند للبنك المركزي. البنك المركزي بوحده ما جاي يسيطر على الموضوع ولا يميز، يعني عشرات على فكره كفت قضيه هم نريد نطرحها. نعم. يعني فهم. انا اتمنى انه اللي يصير يم الاقتصاديه، يعني الاقتصاديه جاي تجري لجنه الاقتصاديه الماليه تدخل على المنافذ قصدك يعني الاجهزه اللجنه الاقتصاديه العفو الجريمه الماليه. نعم. الجريمه الماليه او الجريمه المنظمه عندها اجراءات تتخذ بحق المنافذ الغير شرعيه بتداول الدولار والحوالات. لكن يعني مثلا من توصل مرحله المحكمه يطلع انه بغرامه وبعد هذا لازم نحتكم من القضاء احنا. لا اكيد بس انا اكون يعني لازم انا اكفد اجراءات مشدده بالضبط. ونفس الوقت البنك المركزي اذا وصل مثلا عده مثلا تقرير عن هاي المنافذ مباشره تغلق. لا يسحب اجازتها. تغلق. انا اتمنى الاجراء البنك المركزي مباشره عند اثبات اثناء سير التحقيق، يعني ما ينتظر انه امر قضائي لانه هو ثابت عنده بعد. تمام استاذ. يعود لك لاحقا. استاذ مصطفى، حضرتك جيت رايت تتحدث عن موضوع التحويلات الماليه، يومية الاف الحوالات. قبل تقريبا 10 ايام او اكثر شويه السيد رئيس مجلس الوزراء اجتمع بعض مدراء المصارف او كلهم تقريبا، وبصراحه كان الكلام شويه ساخن بعد ورود شكاوى متعدده من قبل بعض التجار عن بعض المصارف المختصة بالتحويلات المالية. كان الكلام طبعا يعني الحكومة ترغب في حل المشكلة، كان كلام نوعا ما شديد، وترغب بتقديم تسهيلات أكثر مرونة من التسهيلات السابقة فيما يخص التحويلات المالية الخارجية. دكتور مصطفى، احنا شلون نحل مشكلة التحويلات المالية التجارية في ظل رفض بعض المصارف عملية التحويلات المالية واحتكار بعض المصارف لهذه العمليات بالاتفاق مع بعض الشركات الكبرى على حساب التجار الصغار؟ نجاوب على سؤال حضرتك دكتور، راح نسوي شقين. تفضل. شق اللي هو تاجر أو شركة رسمية يقدر يسوي حوالة رسمية. زين. هذا هم عنده مشاكل سح نحكي عنه. والشق الثاني راح نجاوبه اللي هو تاجر صغير ما عنده شركة. نعم. ولا عنده غرفة تجارة ولا عنده في بعض الأحيان ثقافة مصرفية. اللي يسمحون لهم 100,000 دولار أعتقد. أي بالضبط. هذا الحال. نعم. اللي ما نفذ. تمام. نفذ النسبة وتراجع عنه. زين. أبدي لك مع تاجر أو شركة رسمية مؤسسة. الشركات الكبرى. نعم. كبرى. إحنا كانت عندنا قرابة يدخل مزاد قرابة 45-50 مصرف يدخلون مزاد. زين. طبعًا أنا أختار المصرف اللي يعجبني، أنت تختار المصرف اللي يعجبك، صير منافسة. نعم. فإذا كانت الدولار كان يباع على سبيل المثال 1320، خلي نقول أنا كمصرف راح أخذ لك تعامل أسهل لك أمورك، خلي أخذ له فائدة، خلي أخذ له فد عمولة إدارية على صفحة، خلي يصير 1330 أو 40. طبعا هذا كلام غير رسمي. زين. لكن خلي أخذ 10-20 دينار على كل دولار من مبدأ تسهيل إداري أو شيء. لما نحتكر خلي ياخذ عموله. اوكي ما هاي كانت موجوده. زين. ولا اليوم. لكن لما المشكله اللي صارت عندنا النظام المصرفي كله انتهى. زين. تحدث عن 28 مصرف. قصدك العقوبات اربع اوفاك؟ والله اوفاك ما نحكي عليهم. 28 مصرف عقوبات. انحصرت المعامله اليوم في بعض خمس مصارف. زين. اللي هي تمتلك حساب في سيتي بانك وجيبي مورغان. نعم. هذني هن اللي صار الليدر مات العمليه، وعندنا كم مصرف يدخل لكن على خوف وما يفتح حوالي، يفتح بس اعتماد يخاف. زين. هنا يا دكتور المنافسه غابت، قال السلام عليها. زين. انا اليوم اروح المصرف عنده قدره يفتح حساب في سيتي بانك، اقول له يا بريد حواله، شو يقول لي؟ انا استجيب. شو يقول لي؟ شفرض عليه. شو يقدر يسوي؟ شفرض عليه؟ اي اذا ما عجبك روح، وينك هو منافس؟ ان السوق خمسه
لا في بعض الأحيان يخابني أحد الأشخاص ومستعد يعني أقول لك منه لكن إذا هو يسمع نعم. يقول لي أنا متمكن وتاجر حقيقة هو بالسوق وبياع معروف زين. متوسط الدولة على ودي يفتح حساب في مصرف أهلي أي ما في ما متوسط الدولة عند واحد يعرفه صديقه بدولة نعم. هم عراقي وذاك مخاب في دولة أخرى أي نعم حتى زين. يفتحوا له حساب بس زين بالنتيجة دكتور إحنا على مود نسوي منافسة بالقطاع المصرفي عندنا حلين طبعا نعم. هذا بعد التي ولتيها نعم حل الأول نظام المصرف هسه أوليفر وايمان قاعد تدرسه كنت تستعجب بالأمور وتعيده العمل زين بين ما تعيده العمل بنك المركز العراقي حقيقة هو بإمكانه مثل البنوك المركزية بالمنطقة يأخذ مصارف عراقية غير معاقبة زين يروح السيتي بنك وجيبي مورغان يكفلهن أمامه قلهم أنا كفلهم فتحون الحساب مؤقت أي خلل سدوا الحساب وهذا المصرف عاقبه بالمقابل شنو المفروض يأخذ البنك من هذه المصارف من ضمانات انت مفروض تدقيق ياخذ مبالغ سيوله دكتور احيانا البنك المركزي يسعى الى او يعني يصدر بعض القرارات والتعليمات التي تنص على تقديم تسهيلات في جانب معين في التحويلات الماليه في سعر الصرف الحفاظ على سعر الصرف عفوا وغيره بعض المصارف ما تلتزم بهذه التعليمات فكيف احنا البنك المركزي روح ناخذ يضمن امام ياخذ المصارف اللي هو مصنفهم اي بس زين يعني انت من صنف مصرف اي غير عندك معايير ولا معيار كامرس ما يدحش على معيار كامرس نعم. ما عجبني يعني لكن ما يدحش عليه لكن ياخذ اعلى 5 مصارف اعلى 10 مصارف هو مقيمهن زين ويكفلهن امام سيتي بنك وهذا سويت اغلب دول المنطقه ومستعد نعم. اقدم لك تجارب زين سويت الامارات سويت الاردن سويت هاي كلهن كانوا غير مهيئات في معايير مودز وستاندر وبور وغيرهن البنوك المركزيه كفلتهن لغايه ما فتحوا له حساب مؤقت فتره الى ان تمكنوا واستطاعوا فهذا حل ينهي أزمة المنافسة نعم. حل الآخر هذا بالجديد نشتغل عليه ده نفكر به طبعا احنا نفكر وحدنا نتيجة تنفيذ معكو دكتور احنا ده نشوف اكو علاقة مو علاقة حوالات اكو علاقة يسموها علاقة بنوك يعني انا اليوم اذا احول التركية لازم شو اسوي اخابر اشوف لي مصرف بتركيا اسوي حوالة عن طريق مصرف مراسل شنو رأيك العالم يتجاوز هاي المرحلة بنظرية بدل ما علاقة حوالات علاقة مصرفية اخلي مصارف العراقيه اسوي علاقه مع البنك المركزي التركي وهذا نعم. سهل خوب نعم. اخليه يفتح 10-8 مصارف عراقيه فروع وين بتركيا هاي المصارف الرسميه بضمنها المصارف المعاقبه لا خلينا نقول مصارف غير معاقبه زين والمصارف المعاقب هو معاقب بس من الدولار زين مو معاقب من الليره وغيرها بالنتيجه شو نسوي دكتور هذا من يصير فرع معترف به بتركيا يستلم ليره من البنك المركزي التركي هنا شو يسوي يستلم دينار يسوي عمليه مقاصه يقوم بعدين يسوي حوالة الدولار بمعادلة أخرى فإحنا بدل ما نشتغل على علاقة أنا تركيا تجارته إياها صار لعشرين سنة الإمارات جبل علي الصين كلها عن طريق الإمارات عندك علاقتي بالهند يعني أنا محتاج الصين الهند تركيا ليش علاقة حوالات خلنا شغل عقلنا خلنا نسوي علاقة مصارف روح هاي الدول يابا هاي مصارف فتح لها فروع فيصير المصرف هنا عراقي عنده فرع بالصين هاك هاي دينار هو يعطي يوان مباشر قسم مباشر مين يجيب اليوان هو فرع بمصرف معترف به فاحنا بدال ما قاعدين نبكي على الحوالات خلينا نسوي علاقه مصرفيه نطور عمل نظامنا المصرفي اذا سوينا ذني الحالات رفعنا العقوبات سوينا منافسه فتحنا حساب سيتي بنك علاقه المصرفيه المنافسه تعود في النظام المصرفي وانا اعتقد يعود سعر الصرف الانخفاض هذا واحد زين اجيك على التجار الصغار اللي هم حطب السوق ذولا دكتور الغير قادرين على عملية إن هم يدخلون بالمنصة زين. وهم بالآلاف طبعا ذولا أنا عندي علاقة جيدة بكثير منهم بعضهم راح للتي بي آي فتح حساب ومشت أموره وبعضهم ما قدر بعضهم فتح حساب استورد استيرادين وتوقف الحساب بدون سبب هم يسولفوا لي زين وعندي الرسائل وعندي كلامهم زين هذولا اللي راحوا نسبتهم ما تتجاوز مو 0.5% وأقل من هاي النسبة يعني 99.7 بعدهم ما رايحين وراح فاتح لهم حساب زين اكو حل بسيط تسوي اغلب دول المنطقة نعم وهو نشاط نظيفة الشركات الصرفة اللي هي تصير شركات يسموها شركات مهتمة بالتحويل المال الخارجي اي يصير بيع بالتجزئة نعم. اعطيها نشاط هاي دبي كلش تشتغل زين انت شركة صرفة هم الان شركات الصرفة يسموهم الحجي يعني انا قاعدين بالسوق يقول لك اريد بضاعة باكر من تركيا ومن سوريا ومن شو قالوا شي تليفون خبر على الحجي يابا منو الحجي ابو الصيرفه يسمي نظريه الان نعم. موجوده نعم. حجي حول لي يابا ايش ما تحول انت والله انا ما عندك هذا نفس الحجي صاحبنا ابو الصيرفه نعطيه نشاط زين احنا مو شرط احنا الدوله لازم تفكر بعقل مو شرط كل شيء انكسره الشيء اللين ممكن ترى نروضه انا دا اشوف ان التجار لازمين بالصيرفه زين
حول لي ما يخالف بس جيب لي بضاعتي. اوكي ابو السيارة تعال. انت مو تقول ما عندي شغل، انا حنطيك نشاط، هذا بنك مركزي نشاطك هو بيع بالتجزئة. لم طلبات دول صغار التجار وقعهم قدام طلبات ما اريد عند الشركة، ما اريد عند التجار، انت المسؤول قدامي، جيب لي طلباتهم استوردها باعتماد، لا تستوردها بحوالة، حتى نجيب البوالص مالته، حتى نشوفها دخلت لو ما دخلت، حتى ناخذ ضريبتنا وقمرقنا ومن نجيبها ووزعها عليهم، وانت المسؤول قدامي. هنا هذا حليناها المشكلة خلاص، آلاف بدل ما يأخذون دولار موازي يأخذون دولار رسمي. من المسؤول؟ مسؤول هاي شركات الصرف، أرباحها محددة، فضت المشكلة راحت. فبالنتيجة والله الحلول سهلة وبسيطة، لكن جيب المعاند، جيب المعاند بس. هذا الطرح الأخير مؤطر قانونيا لو شنو بالضبط؟ هو من حق البنك المركزي يضيف نشاطات. زين، هذا النشاط احنا كعراق ما عندنا. زين، شركات بيع بالتجزئه ما عندنا ايش نموذج، لكن موجود في هسه نص دول العالم. دبي اللي رايح للامارات يعرف كل الزين، كلها شغله هيك. يعني انت تاجر صغير ماكو انت تروح البنك واي تخابر على ابو شركه تبيع بالتجزئه، هاي البضاعه توقع قدام طلبك هو يجيب لك اياها. زين، وبعدين يوزع. فهذا نموذج موجود عندنا بالعراق ما عندنا. ممكن تعطيه قانونيا؟ نعم ممكن، قانون البنك المركزي يسمح. كل الموضوع التفكير بالموضوع برويه، القانون يسمح له بحاجه الى يعني اضافه بعض التعديلات. القانون يسمح لان هو فضفاض، قانوننا احنا قانون المصارف وقانون الصرافات فضفاض. زين، حتى التعليمات، لكن يحتاج الى توجه. انا اعتقد بهذه الخطوه سعر الصرف ينخفض جو ال 146 1400. نعم، اذا بس حلينا مشكله صغار التجار، وهذولا ترى تجار لهم مهرب شيء. ليش 146؟ ليش مو اقل او ليش مو بعد؟ التجاره مع ايران وسوريا ممنوعه، اكو مسافرين بعدك، اكو اشياء ثانيه. قلت لك سوق موازي لازم نفككه، كل ما فكينا شغله من عندك كل ما ينزل. ترى الحكي هواي دكتور، يطلع لك انا اقول لك باكر الدولار 1300 وشوف كيف 1300. اكو سوق موازي مولد الطلب، هذا الطلب على ايتيمات معينه فككها. شوف اضرب لك مثل، الحكومه اشتغلت على ايتيمين الذهب والسكائر. الذهب سوت عملية استرادة سهلة وفحصة بيوم، السكائر من 120% سوتها 20%، الدولار من 1700 ل 1460 1470 نزل بس اشتغلوا. فهو الموضوع ترى مو معقد، لازم نبيع 260 270 مليون دولار يا جماعة، خلينا نبيع 280 بس. الموضوع يحتاج تفكيك، تدخل للسوق تفكك هاي العملية، لا أمن ولا اعتقالات. طبعا موضوع الامن والله مع احترام لبعض الجهود بس هذا مو شغل امن. بس استخفت يعني مقارنه بال ذاك الاسبوع موجود شو اي صح. لا قبل يعني قبل سنه كانت حملات. لا هو مو شغل بعد هذا شغل فني دكتور. باي تغيير سعر راح يتجه لل لل للامن، وفد شيء مزعج ومؤذي. تمام، حاليا اسمحوا نضيف الكلام ونذهب الى متابعه موجزا لاهم الاخبار الاقتصاديه لهذا اليوم. اهلا بكم مره اخرى مشاهدين الكرام، والعوده مع الممثل عن شركات الصرافه في العراق السيد ضياء الطائي. مرحبا بك مره اخرى استاذ ضياء. الدكتور مصطفى يقول انه ليش ما نحيل عمل بعض عمل الحوالات التجاريه الخارجيه الى شركات الصرافه في العراق؟ عندكم قدره لتحمل هذه المسؤوليه؟ دكتور بس للتوضيح تفضل. شركات الصرافه اذا اقول لك انه هم اساس التحويلات وعملها وآليتها بسلاسة، لا زال أنه أكو تجار يتعامل مع يعني خارج أطر شركات الصرافة. نعم، مبدئياً أنه الكلام اللي ذكره أستاذ مصطفى، هذا الكلام محافظ البنك المركزي سنة 2018
أول خطوة للاندماج. نعم. قال إحنا أساس الاندماج، إحنا قلنا له سلبيات الاندماج وشون 10 نفرات راح يجتمعون وبمقر واحد ومساهمين وعشر آراء. قال مو إحنا نريد نعطيكم حوالات خارجية. زين. اللي هي ما تعادل $200,000. زين. يعني اليوم إحنا مشكلتنا بصغار التجار. نعم. واحتكاكهم مع شركات الصرافة تنظيمها جدا سهل. يعني انت بدل لا تخليها تروح اسواق سوداء تجيبها للصرافين هم ينظمونها بقانون اللي تريده انت. على فكره احنا وصلنا مرحله ظلينا نتواصل مع شركات تدقيق دوليه. احنا جايين عد نفسنا لهذا المشروع لان احنا نعرف انه البنك المركزي بالتالي راح يوصل مرحله منطقه ضيقه او مساحه ضيقه انه يرجع لشركات الصرافه. متيقنين من هذا الشيء 100%. لكن هل هذا تاخير الوقت وهو رايح باتجاه المصارف اللي تقريبا يعني احنا ما نريد ننكر انه اغلب التقارير سلبيه باتجاه المصارف، ما انه اجي انا احمل هذا العبء لشركات الصرف. شركات المصارف عندها قليله، اي مصرف يوقع ياثر، بس شركات الصرافه عدد موجود مغطي العراق كله. زين. لذلك احنا من توجهاتنا الأساسية انه صغار التجار يتجهون لشركات الصرافة. زين. وجدا سهل موضوعهم. زين. والبنك البنك المركزي على فكرة البنك عنده دراسة كاملة بهذا الموضوع. ممتاز. من 2018. زين. البنك المركزي ملزم بهيج حالة توزيع المبالغ الخاصة بالحوالات التجارية على جميع شركات الصرافه بالعراق لو اكو شركات معينه؟ عندنا شركات فئه الاي والبي حسب التصنيف. طبعا على فكره الاي والبي شركات مستوفيه للشروط لكون انها عندها وحدات امتثال، وحده غسيل اموال، وحده تدقيق، لذلك هي مستوفيه الشروط. قلت لك ظلنا احنا نضطر انه نطلع خارج العراق نلتقي بشركات ضمن التدقيق الدولي ضمن المصنفه العشر الاولى عالميا. زين. ونسال ان البنك ما اعرف شنو الغايه انه انت تجي الشركات الصرافه تفقد جميع انشطتها. بالتالي احنا نريد شنو الدور وفق القانون؟ اي شنو الدور الاساسي لشركات الصرافه بالعراق؟ مبدئيا وساطه وفق القانون. وفق القانون يعني شنو وساطة. عملها بالضبط حتى وسيط ما بين الزبون والبنك المركزي. اي نوع من انواع الزبون؟ جميع. اللي عنده حوالات داخليه، اللي عنده مفروض حوالات خارجيه، ليش انا اظل عليه انه الوستر والمنجرام يوميه مثلا يا غالقين الحساب يا راجعين الحساب، مع العلم انه اكو شركات منافسه. يعني هسه وفق القانون شركات الصرافه لها حق تحول حوالات ماليه خارجيه؟ والدليل انه الوستر حواله خارجيه. بما انه صح مبالغ صغيره، بس المهم انه انت عندك تقدر تحول حواله خارجيه. زين. وانت تقدر تنظم، ولكون انه ال الصراف عنده تماس بالسوق مباشر. على فكره هو يعني منطقيا ما يصير، بس الشيء بشيء يذكر. نعم. تعرف لو اكو قانون يسمح لشركات الصرافه بالامانات او الايداعات او التامينات، كانت الزبائن تجي تامن عند الشركات الصرافه اكثر من المصارف. ليش؟ يعني من باب حكم المناطقي. أنا أثق بالشخص، وتجار أغلبهم تجار. ثانياً أنه أغلب المصارف أجوز التجار إيه لأن عندهم تعاملات وياكم. جيد. بس المواطن ما أعتقد. نعم. بجيد. لا حتى المواطن. صدقني المواطن اليوم يودع يريد إذا لو سمح القانون البنكي المركزي باتجاه الشركات بالتوديع يودع يم الشركات الصرافة أكثر ما يودع، لأن سهولة التعامل وسلس. فالبنكي المركزي لابد يتجه. يعني تصور أنت كم شركة تحويل مالي قدمت معروفة دوليا ومصنفة، قدمت انه تحول وتصير التسوية مو بالدولار مع العلم اسهل، ورفضها البنك المركزي. يعني تعمل عمل الوستر والمنجرام واكثر اقل عمولة وسلاسة وخارج الدولار، يعني مشاكلها قليلة. رفض البنك المركزي. البنك المركزي للأسف بالوقت هذا يعمل لحمايته اولا. زين. كم عدد شركات الصرافة الرسمية في العراق وحسب تصنيفاتها؟ يعني مثلا اي كذا كذا كذا، يعني هو مو بالدقة راح اعطيك بشكل تقريبي. نعم. تقريبا الاي يعني وصلت ال 140 150 شركة. اي 140 يعني ما 130 تقريبا، انا اخر عدد شفته 130. اي زين. ما بين تحت الاندماج وما بين المندمجة. زين. البي تقريبا
40-50 زين. السي ظلت تتراوح يعني 300-250 يعني حسب مجمل شركات الصرافة والعراق 500 شركة تقريبا بعد الاندماج 670 ها هاي عدا اقليم كردستان والغربية هاي المصيبة اللي عندنا طبعا انه احنا ترى فوق بغداد ما عندنا شركات عاملة لا شنو هاي ما عندنا شركات عاملة فوق بغداد لا ابو كردستان شركات عاملة وهاي مصيبة كبرى مع العلم ابو كردستان خضع لجميع تعليمات البنك المركزي العراقي المركزي يعني اقصد في بغداد وصار اكو تنسيق بين البنك المركزي باربيل والبنك المركزي ببغداد وجاي يصير نفس التعليم بس للاسف غير مفعله ولا المناطق الغربيه شنو السبب يعني انا هسه ما ادخل لك انه موضوع مثلا بسياسه احنا نتحدث عن اقتصاد اقتصاد ماكو اي سبب يمنع انه الشركات اللي بكردستان انه تعمل عمل شركات بغداد ومادون تمام. وحتى الشركات الغربيه على فكره يعني قاعده ساكته بين قوسين طبعا هن هذين الشركات لو تفعلت تحلك جزء لان هاي المناطق بما انه ما عندها عمل تضغط وين على المركز على بغداد فاكيد هذا حتى يضغط على السعر الموازي تمام. فاتمنى اعاده تمام. النظر للموضوع دكتور مصطفى شنو هذا الانتشار يعني المخيف لشركات الصرافه في العراق يعني بحاجه العراق الى هذا العدد الكبير من شركات الصرافه 500-600 شركه صرافه 70-80 تقريبا مصرف ببلد العدد الكلي لأفراده ما يتجاوز تقريبا 45 مليون بالنسبة للمصارف حسب دراساتنا تتبع طبيعة الثروات زين يعني مثلا تروح للسعودية تلقى مصرف مثلا بمليار دولار زين السعودية أبعد من عندنا من موضوع الثروات تلقى عائلة ضخمة عدد تجارتها فعندهم مبالغ بهذا الشكل احنا العراق ثروات مالتنا هي توزيعها بهذا الشكل الغني الغني عنده 200 مليون دولار 300 مليون هذا الغني نعم. هذا اللي حقيقه يعني الطبقه كلش عاليه واعدادهم كبيره في دول نعم. العالم تلقى اعدادهم صغيره فاحنا توزيع الثروات عندنا بهذا المنطق فشوف المصرف الان 250-300 يملكه شخص شخصين ثلاثه زين ما عندنا تجمعات اقتصاديه زين. ما عندنا تكتلات اقتصاديه لسنا ذات باع طويل بالثروات فطبيعه عدد المصارف يتبع توزيع ثرواتنا بالعراق وهم غير قادرين على العمل سوية يعني مثلا على سبيل المثال يعني مصارف عائلية لا مو عائلية ثروات بهذا الشكل توزيعها زين يعني مثلا اثنين شركاء اصدقاء مثلا سووا مصرف ما ممكن اجيهم ويا اربعة ما عندنا تكتلات اقتصادية ما عندنا زين لان طبيعة الاعمال ما تنوزات مختلفة نعم. هذا للمصارف الصيرفات طبعا الصيرفات والتجار هذول بالذات نسميهم احنا كنا قبل او هو كان توزيعهم ذولا صغار الصناعيين او الاعمال المساندة للسوق قبل 2003 كان اغلب الصيرفات اليوم اذا مو نسبه 60-70% هم تركوا هذا عنده المعمل صغير هذا عنده مخزن يبيع من عنده هذا اللي عنده اعمال صغيره ويجمع هذا اللي يسوي اعمال هذول اللي كانوا كلهم منتشرين بهذا النوع من الاعمال بعد 2003 بعد احنا اول 10 سنوات ما افتهمناها شفنا الاغلاق السرعي والسلع الرخيصه قلنا جيد خلي يتنفس الشعب بدينا نفهمها بال 2012-13 من قامت المواطن ما عنده شغل شفنا اخواننا قاعدين وساكتين ف يابا تعالوا من يسوي معمل من يسوي مصنع منو ما ادري شنو شفنا ماكو احد اكتشفنا انه اغلب الصناعيين الصغار اصحاب الاعمال الصغيره كلهم صفوا اعمالهم وراحوا اشتغلوا اما تجار اما صيارفه زين فبالنتيجه اذا نريد نقلل اعداد الصيارفه وهم متمسكين بهذا العمل ما اكو شغل اخر انا اقول لك اياها زين يعني يوم الصيارفه من تعتقله وما ادري شنو هاي وهو ارباح ترى بالصيارفه انا المواطن في بعض الاحيان يفهم الحلقه الاضعف يقول لك هذا هو السبب بس احنا دكتور لكن احنا هو دكتور احنا اكو قضايا لازم ما نخفيها نعم يعني الاجهزه الامنيه دخلت مصارب على سبيل المثال نعم. انا اليوم بيع الدولار مثلا او مثلا كان يعني بيع تزويد المسافرين بالدولار نعم. يعني من دخلوا مصارف على سبيل المثال هذا بنتحدث عن مصارف وصرافات لا مصارف حاليا نعم من دخلوا المصارف لقوا مثلا بايعين فد مثلا فد على سبيل المثال فد 50,000 دولار لكن نعم. بالحقيقه من راجعوا الكاميرات بنفس اليوم ما لقوا وجود بس شخصين او ثلاثه داخلين المصرف صحيح دكتور فهم اكو مبررات للعمل الامني يعني انا ما معقول اترك البلد يعني دكتور مبررات هسه تسالني انا اقول لك احنا اثنين ثلاثه نعرف كل الزين وباقي المركز يعرف الدوله تعرفين زين الموضوع هو كالتالي احنا الامن ما راح يوصلنا مرحله هذا غلطان سده بطله زين سوي لجنة انضباط بالبنك المركزي لجنة انضباط أمنية مالية زين تلتقي بأبو الصيرفة تلتقي لأبو المصرف تعال عم انت غلطان أنا راح أعاقبك أنا راح أسوي لك هيك شيء راح أشتكي عليك
لكن ماكو داعي للأمن المباشر. خلي الأمن، احنا شنو نريد نقول؟ خلي الأمن آخر خطوة، بعد ما البنك المركزي والجهات المعنية تتخذ خطواتها وتعاقب وتغرم وتشوفه غلطان دزه للأمن يحبسه. هو ده يسرق بمال الدولة، ده يقتلس مال الدولة بالمصرف، يعني ندخل مستمسكات مزورة، جوازات، بطاقة موحدة، بطاقة سكن، تذكرة مزورة، هذا اختلاس وسرقة. شلون عاقبة؟ عاقبة أبدي بنك مركزي أسوي له لجنة عاقبة، أغرمه، أسد المصرف ما تأدزه الأمن. احنا ضد خطوة واحدة دكتور، ترى أنا مو ضد إن القضاء يأخذ هذا هو الصحيح. احنا ضد إنه يجي أمن بعد ما فهم الموقف، وهذا ممنوع في كل دول العالم. ما أعتقد ما فهم الموقف، معلومات لا توصل قبل فترة، يعني على أساس ليش داهمه هذا المصرف ما داهمه غيره؟ خب البنك المركزي يجي داهمه، ليش الأمن؟ دكتور ماكو داعي حضور البنك المركزي. هذا الموضوع مصطفى، هذا الموضوع يختلف، هاي سرقة، يسرقون أموال الدولة. البنك المركزي هو متخصص في الموضوع، لا هو مو سرقة، هو عملية مخالفة للقانون. مخالفة. الفلوس وين تروح؟ أي القانون منه حاطه البنك المركزي، يجي البنك المركزي يثبت حالة يلغي مصرفه. دكتور أمن وبسط وما أدري شنو، ما يوصلنا مرحلة، ما تنبني دولة. يصير عبارة عن ناس تكره ناس ويدخل يشتغل غير أمور. احنا شو نريد؟ موضوع مالي ومصرفي عاقبه سده حبسه، لكن خليها آخر إجراء. ماكو داعي تدز الأمن من البداية، هذا إجراء غير صحيح. هاي وحدة. أكمل لك على الصيرفات وغيرهم. احنا إذا ردنا ننهي هذا العدد من الصيرفات، هو بس الصيرفات ليش مشلبين بالشغلة؟ هالوضعية اللي صارت الساعة أمور، هو بعد ماكو شغل آخر. احنا إذا تمكننا كدولة نفتح قطاعات مثل الصناعة مثلا على سبيل المثال، مدن صناعية ونمنح إجازات سهلة، صدقني 70% 60% من أصحاب الصيرفات اللي يمتلك له 5 مليار 6 مليار يشوفوا الصناعة وأرباحها رأساً، يعرفوا الشغلة هاي ويروح يشتغل شنو صناعة. هم أغلبهم، أنا قاعد ويا جزء منهم يقول لك أنا صناعي. شلون يحول بعد إذا يريد يشتغل مواد أولية صناعي؟ يبقى جزء من عندهم، لكن جزء معقول. احنا سألتنا على اعدادهم ليش كبيره بالنسبه للصيرفات، لان ماكو شغل، ماكو صناعه، ماكو هاي، فكلهم صاروا تجار او صيارفه. تمام. استهلاك كبير. استاذ ضياء بكل صراحه، احنا لا ما ردنا، يعني اسال حضرتك بشكل مباشر، تنزيه عمل شركات الصرافه بالعراق، ما مدى الشفافيه والنزاهه في عمل شركات الصرافه بالعراق بشكل عام؟ انت حضرتك نقيب قبل، يعني ان شاء الله تكون نقيب للصرافين في المستقبل والعراق، يعني ماكو نقابه، لكن يعني دورك بالمستقبل ودور اي نقيب، اول شيء الحفاظ على ارواح، عفوا اذا كان نقيب الصيادله الحفاظ على ارواح المواطنين، اتحاد العمال، الدفاع عن حقوق العاملين. يعني حضرتك بالمستقبل انه لازم تحافظ على يعني حقوق المواطن العراقي وعلى حقوق اصحاب شركات الصرافه مستقبلا، ما مدى الشفافية في عمل شركات الصرافة في العراق حاليا بكل صراحة؟ كلهم ننزههم يعني بكل صراحة؟ لا لا لا، هو شوف أستاذ العزيز، قبل 2022 كانت الرقابة ضعيفة على الشركات، حتى تكون انت واضح. نعم، يعني من 2004 لحد 2022 كانت الرقابة ضعيفة. ماكو اي رقابة؟ لا اكو رقابة ضعيفة، بس ضعيف. زين زين، انت هذا الوقت كله تجي هسه تشدد عليه ما يسترهم، يعني انت تضايقت من بنك الفيدرالي، يعني تتصور حسب اعتقادي، شوف انا كنت من الناس المنتقدين للبنك المركزي وماكو كلمه ما حكيت. زين، بس شفت انه انا لازم انا دوري ادافع عن هاي المهنه. زين، ولا زلت. زين، انا قعدت مع البنك المركزي عده مرات، قلت لهم لازم هاي المهنه نحميها. شلون؟ ما لازم للمهمه. وهسه اقول لك ليش عددهم هذا، ولازم تحميها ايضا من المتطفلين داخل طبعا يا عزيزي. انا نسبه 90% من الاتهامات تتوجه لشركات الصرافه هم اصحاب منافذ غير رسميه. اي، وانا جاي اتهم بها. زين، فانا شو يحتاج لي البنك يركض على هاي؟ لو اسس نقابه تنظم عملهم، يعني النقابه ترى دورها هم رقابي، انت اغلب النقابات دورها. فاليوم احنا من خطينا الخطوه الاولى بتاسيس النقابه، ننظم عملهم، تنظيم هاي المهنه. انا اريد اشوف من اللي يشتغل ومن بالعكس. السخف واضح دور النقابه بالضبط، بس جاوب على سؤال استاذ. اي لا لا، اكيد صراحة. اكيد عزيز، هذا منتدك السبب الاول. نعم. انه قبل 2022 ما كانت رقابه قويه. نعم نعم. البنك المركزي تصور انت نزلت المنصه وبها اخطاء كارثيه. هسه البنك المركزي صدر تعليمات، البنك المركزي كاتب اخطاء، راجع نفسه بالضبط. لكن هو بالمحصله هو ما، يعني البنك المركزي او اي جهه حكوميه
ما عنده فد عداء شخصي لا ويا الشركات الصرف ولا والمصارف ولا ويا التجار طبعاً. بس بالتالي انا انه اطبق فكره لازم تطبق من 2018 لازم طبقتها بال 2023 بحذافيرها وبقساوتها على وصلت بشكل تدريجي وصلت عندي الغرامات للشركات صرافها مليار زين هاي احسها قساوه زين انت مثلا هاي القساوه الكبيره اللي عندك انه تريد تراوي انه الخزانه او البنك الفيدرالي انه ترى انا جاي اتعامل وياها بالطريقه هاي لا مو صحيحه اما يعني مثلا ماكو حل وسطي يا انه انا اضرب ضربه قاسيه اذي هاي الشريحه يا انه انا اتيها ماكو حل وسط قبل الختام استاذ ضياء وان شاء الله نتواصل في حلقات الله يخليك نسبه الشفافيه كم تقدر نسبه الشفافيه في عمل شركات الصرافه في العراق حاليا وانت ماضي في المستقبل ب يعني تقييم هذا العمل وانجاح ان شاء الله يا عزيز انا المؤثر الوحيد اللي عندي الدولار وشالوه عني خلوه بالمطار بعد شدان احنا ما نسالتك يعني كل شركات صرافه العراق تعمل بشكل قانوني ورسمي ونزيه قبل الدولار قبل لا يرفع حالياً الدولار حالياً ما كان عنده عمل حتى انه قيم انا الشفافيه عمل ما عندي انا لا بس شلون ماكو عمل لا ماكو عمل عزيزي 50% تقريبا السوق الموازي كله لكم لا 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 لا, لا, لا عزيزي لا انا جاي اتهم بالتحويلات الخارجيه هو تابع لشركات تجاره عام مشخص والبنك المركزي مشخصه وعنده تقرير انه شركات التجاره العام بفواتير مضخمه هي اللي جاي تجري حوالات خارجيه مو شركات الصرافه تمام انا اشكرك جزيل الشكر في ختام هذه الحلقه الممثل عن شركات الصرافه في العراق السيد ضياء الطائي الحضور ومشاركه معنا فيها شكر موصول ايضا الى الباحث في الشان المالي والمصرفي السيد مصطفى اكرم حنتوش على الحضور ومشاركه معنا في هذه الحلقه مشاهدينا الكرام نلتقيكم بحلقه اخرى من برنامج دينار دمتم بامان الله.